وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اسكت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل سر الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خلفاء حبيب الله سيد الأحباب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من براهم الوهاب رحمة بالعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مظاهر الرحمة والصفا والوداد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبواب الفرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من بهم يدفع الضيق والحرج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من بهم يقوم كل محوج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من بهم يفتح في الخير كل باب يرتج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من بهم صح عطاء الله وثج. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خلفاء سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا خون وابا ختم النبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا سيدنا حسين بن أبي بكر العيدروس وعلى جدك سلطان الملا عبد الله بن أبي بكر العيدروس محيي النفوس وشمس الشموس ومجلي كل صداء وبوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا دفع الشدائد والكروب والنحوس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل سر الناموس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا من براهم الرحمن رحمة للعباد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الكرام الأجواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على جدكم سيدنا عبد الرحمن بن محمد السقاف وعلى ساداتنا أبي بكر السكران وعمر المعطار وإخواني ما بأصولهم وفروعهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى ساداتنا آل عبد الرحمن المشار إليهم بقول القائل بوثيق بالله إنسان جاك ذيك وشجان قل يا عبد الرحمن يفسح لك ضيق الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جدكم سيدنا محمد مولد دويلة بن علي وسيدنا علي صاحب الدرك بن علوي سيدنا عبد الله بن علوي وسيدنا العلوي الغيور. السلام عليكم وعلى جدكم سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي مقدم القضاة والأولياء ومن سما بمجد على القاسي مع الداني شيخ الشيوخ وأستاذ الأكابر أرباب البصائر من حبر ورباني وشيخ أهل فريق الله قاطبة بلا دفاع ولا طعن لطعاني كانت بدايته مثل النهاية من أقرانه فاعتبر هذا بتبياني محمد بن علي شيخ مشغة لنا وأصل فروع ثمر وأداني. السلام عليكم وعلى جدكم سيدنا علي بن علي خالع قسام من إذا سلم على المصطفى سمع رد الرسول عليه رد الرسول عليه مثل سلامي يا شيخ فأعجب للفخار الأجمع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جدكم محمد صاحب الرباط بن علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جدكم سيدنا محمد صاحب الصومعة بن علوي وربي علوي وعمامة جدي البصري بني وبني عبيد الله. السلام عليكم أيها جدكم سيدنا عبيد الله. السلام عليكم يا سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أبيه سيدنا عيسى النقيب وسيدنا محمد النقيب وسيدنا علي العريدي وأخيه موسى القاضي وأبيهم سيدنا الإمام جعفر الصادق وسيدنا محمد الباقر وسيدنا علي زين العابدين وعلى جدكم سيدنا الحسين بن علي بن أبي طالب وسيدنا الحسن بن علي بن أبي طالب وأبيهم سيدنا علي وأمهم سيدتنا فاطمة الزهراء. السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى نور الجميع وسر شرف الجميع حبيب الله الشفيع نبيكم وجدكم سيدنا محمد وبركاته وعلى جدكم سيدنا أحمد عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جدكم رسول الله صفي الله عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جدكم حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جدكم سيد المرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جدكم خاتم النبيين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى جدكم سيدنا محمد المصطفى سر الأسرار سيد الأولين والآخرين وأكرم الخلق على الله رب العالمين من به تقضى الحاجات وتكشف الكربات وتبلغ الأمنيات محمد بن عبد الله رحمة الله المهداة ونعمة الله المسداة السلام عليكم وعلى آبائه من النبيين والمرسلين السلام عليكم وعلى أبي عبد الله بن عبد المطلب أمي آمنة بنت وهب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على سادتنا آدم وإدريس ونوح وحسين وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى ومن بينهم نبي المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم وعليكم أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى ساداتنا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل ومنكر ونكير ورقيب وعتيد ومالك ورضوان وعلى حملة العرش وأهل البيت المعمور وعلى سدرة المنتهى وعلى جميع الملائكة المقربين السلام عليكم على البشار الأكارم السلام عليكم على الوادي الأحقاف السلام عليكم على البقية الغرقة والحجوم على شبيكة السلام عليكم على من قبر حواليكم السلام عليكم على من ودكم السلام عليكم على من حبكم السلام عليكم على وصولكم وفروعهم السلام عليكم على من زاركم ويزوركم بنية صالحة إلى يوم الدين سلاما يفتح الله لنا به أبواب الإجابة والمغاثات السريعة جمع الشمل بعد الشتاء قاع لي درجة وغفر الذنوب والخطيئات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثل ذلك كل دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون جمع الله المستقيمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية السلام عليكم يا أهل لا إله إلا الله من أهل لا إله إلا الله كيف وجدتم لا إله إلا الله اللهم بحقهم اللهم بحق لا إله إلا الله اغفر لنا ولمن قال لا إله إلا الله اجعلنا من خواص أهل لا إله إلا الله وارحم أهل لا إله إلا الله وأعز أهل لا إله إلا الله وأغث أهل لا إله إلا الله وفرج كروب أهل لا إله إلا الله بحق لا إله إلا الله وأهل لا إله إلا الله اللهم ارحم الأرواح الباقية التي خرجت من الدنيا وبك مؤمنة اللهم عليك قبورهم روحا منك وسلاما منا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أهل القرب يا شاربين من أحلى الشرب السلام عليكم يا جلاء القرب ويا دواء القلب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أطباء القلوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا ورثة الحبيب المحبوب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دار قوم المؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون إنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين ومنكم والمزينة تحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته اللهم علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله سلام الله يا سادة من الرحمن يا سكون سلام الله يا سادة من الرحمن يا سكون
سيدنا وسر الأسرار وأهله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وساداتنا آدم وإدريس ومحمود وصالح وإبراهيم وموسى وعيسى وبين النبي المرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين الكبرى وعائشة الرضا والحمزة والعباس وآل بدر وآل أحد وآل بيعة رضوان وسائر صحب النبي الأكرمين وآل البيت الطاهرين سيدنا علي زين العابدين محمد الباقر جعفر الصادق وعلي العريدي وموسى الكاظم وعيسى بن محمد محمد النقيب وسيدنا الإمام المهاجر الله أحمد بن عيسى وسيدنا الإمام عبيد الله بن المهاجر الله أحمد بن عيسى أخوانه علي جلس بن عبيد الله محمد علي صاحب السمع علي بن محمد صاحب السمع علي بن حلو خالح وسلم محمد صاحب الباطل بن علي وبلاد علي وعلي عبد الله أحمد أستاذ العظام الفقير المقدم محمد بن علي بعلوي وبلاد أستاذنا علي وأحمد وعلي عبد الله عبد الرحمن ومزين أبو الفقراء سيدنا عبد الله بن علي وبعلي عيسى عبد الله بن علي محمد مولد دويلة بن علي شيخ عبد الرحمن بن محمد السقا ولد بكر سيدنا الرحمن بن عبد الله عبد الله أحمد محسن حسين جعفر وشاف وابراهيم وثماني ومسلم وابراهيم سيدنا الامام عبد الله بن ابي بكر العيدروس وابي بكر العدي بن عبد الله العيدروس هدفنا واخوانه محمد بن عبد الله وزيدنا حسين بن عبد الله وزيدنا شيخ بن عبد الله ولد سيدنا وزيدنا حسين بن عبد الله ولد سيدنا عبد الله بن ابي بكر العيدروس وذراريهم ومتهجبهم وجيرانهم ولقربهم ودتهم صاحب الحضر والمغارب بن حسين بن ابي بكر العيدروس سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عيدي وسيدنا محمد بن حسن جمال الليل محمد بن عمر ابو مريم وسيدنا الشيخ الكبير الفخر ابو بكر بن سالم واولاد حسين بن حامد وعمر المحضار واحمد واخوانه واحباب المرسلين وفرعون سيدنا الامام عكر بن عبد الرحمن العطار الامام عبد الله بن علي بن محمد الحداد حبيبي بن احمد بن محمد الحبشي احمد بن زين الحبشي وسيدنا عمر الحبشي علي بن محمد بن حسين الحبشي سيدنا ابو بكر بن عبد الله العطاس احمد بن حسن العطاس سيدنا صالح بن عبد الله العطاس وفرعهم وأهل قربهم وجميع ساداتنا أهل بعلو أهل بيت النبوة وأولياء الله في غمد علم الله وأولياء هذه البلدة أخطار والوالدين أبواد الحاضرين
الملائكة الباطنية الخفية الروحية من جميع المعاصي والفعال القبيحة قبل كشف الغطاء بين الملا والفضيحة. يا سميع الدعاء يا ربي عقوبي.